كوتش مصطفى، صباح النور. صباح النور أستاذ عائشة، شكرا لك على الاستضافة مرة أخرى، ومرحبا بالمستمعين في لقاء جديد ولقاءات اللي كنحاولوا أننا نتعلموا فيها مجموعة من المهارات باش أننا نعيشوا حياة طيب. مرحبا بك. الموضوع ديالنا مهم بزاف بزاف. صحيح، الموضوع ديالنا هو كيفاش نقدروا نتجاوزوا يعني الشعور أو ذيك المرحلة اللي كنحسوا بها بالنقص، يا كوتش مصطفى. صحيح، الشعور بالنقص هو حقيقة طريقة ديال التعامل مع الذات، تعامل قاسي جدا اللي كيخلينا أننا نعيشوا مشاعر غير جيدة، وكيتشجع على ذلك سلوكيات قاسية تجاه الذات، وكذلك حتى التعامل ديالنا والنجاح ديالنا سواء في العلاقات أو في الجانب المهني. بداية نعرفوا شنو هو الشعور بالنقص، ثم نشوفوا الأعراض دياله، وبعد نشوفوا الأسباب اللي كتخلينا نحسوا بعد الشعور بالنقص، ونشوفوا المخاطر اللي كتأدي لذلك، ومن بعد نعطيو مجموعة من الطرق والتقنيات اللي نحاولوا من خلالها أننا نتخلصوا بالشعور بالنقص. بداية نعطيو التعريف. التعريف ديال الشعور بالنقص هو واحد شعور عميق كيتولد عند الفرد ملي كيميل انه يعتقد انه اقل شأنا من الاخرين، وانه ما عندوش القدرات وما كيمتلكش المهارات اللي غادي تخليه ذو قيمه في المجتمع. لهذا اذا هي طريقه ديال التفكير تجاه الذات، تجاه الذات اللي كيبدا يشوف راس الانسان، كيبدا يشوف راسه انه اقل من الاخرين، وبدا يحس بهذا الشعور هذا اللي كيخلينا بعد كنحسوا بشعور بعدم الكفاءه، يعني ما عندناش القدره اننا نتعاملوا مع الناس في مجموعه من الاشياء. وهذا الشعور هذا بطبيعه الحال عنده اعراض، يعني ممكن الشخص يعرف واش كي عنده هذا الشعور هذا ولا لا من خلال هذه الاعراض هذه. يعني اول حاجه كيبدا يقلل من قيمة ديال الذات، كيبدا يشوف الإنجازات ديالو والمهارات ديالو ما كيبداش يشوفهم، بالعكس كيبدا يشوف لهم بواحد الطريقة أنها ماشي شي حاجة كبيرة، وكيبدا كما غادي نشوفوا كيبدا يقارن مع الآخرين، وكيحس بعدم الرضا على ذاته وكذلك على المظهر ديالو في كثير من المرات، وهذا كيخلي أنه عنده خوف من الفشل. إذا الشعور ديالنا بالنقص خلينا اننا ما نكونوش مبادرين، وكنحاولوا اننا ما كنقدروش ندخلوا في تجارب جديده، وكنبداو نتجنبوا المواقف اللي غادي تخلينا نقدروا نبانوا فيها بمظهر غير غير كف او مظهر ضعيف. اذا كل ما كان عند الانسان هذا الشعور هذا، كل ما بدا كيخاف انه يعيش تجارب جديده في العلاقات ديالو، في التجارب المهنيه الى غير ذلك، يعني كيبدا يعيش غير منطقه الترحب، كيتجنب التعامل ديالو في الاشياء الجديده. ودائما هذا الشخص هذا كتلاحظ بانه كيقارن بين ذاته وبين الاخرين، بين الانجازات ديالو وبين الانجازات الاخرين، وكيبدا يركز على نقاط الضعف ديالو وكيركز على نقاط القوه ديال الاخرين، وهذا بطبيعه الحال كيؤدي للضنينه والحسد والغيره. اذا كتلاحظ بان غير هذه الفكره هذه كتؤدي اننا نحسوا بمجموعه من المشاعر اللي هي غادي تنزي الصحه النفسية ديالنا. لهذا أتلاحظ بأن هذا الشخص هذا كذلك دغيا عنده حساسية من النقص، دغيا كيحس بأنه إذا قدم له شي واحد شي نصيحة أو شي فكرة اللي هي عكس الأفكار ديالو، عكس شي حاجة انتقاد بالنسبة له، كيبدا يحس بأنه مهاجم، وكيحس بأنه يعني دغيا كيتآذى. يعني كنقول عليهم أنا أشخاص زجاجيين، دغيا غير كلمة واحدة كتلاحظ بأنه ربما كتخليه يحس بواحد شعور ديال الانزعاج غير من الملاحظه ديال الاخرين. وكذلك الشخص هذا كيبدا يدير سلوكيات تعويضيه، بحال ياش كيبدا انه كيبدا يسعى يجذب الانتباه، كيبدا يكون مثلا خادم الاخرين اكثر من اللازم، ماشي خادم ما نقولوش خادم، يقدر نقول انه يقدم تنازلات كثيره باش انه يكون مقبول ويكون يعني عند اهتمام ديال الاخرين. يلاحظ بانه ربما باش يدير هذا التعويض اللي يحسد بالنقص كيبدا يتباهى باشياء اللي ربما ماشي حقيقيه، كيبدا يتباهى بالنسب ديالو، كيبدا يتباهى ربما بالمعارف ديالو، كيبدا يتباهى بعض الانجازات اللي هي ربما عاديه او ربما هي مزيانه ولكن ماشي هي اللي كتحدد الشخص. يعني كتلاحظ بانه كيبدا يتحدث على
ديالو غير باش يبان انه مزيان وانه بس في الاعين ديال الاخرين انه مهم، وربما يؤدي الامر به انه يقوم ببعض السلوكيات العدوانيه مثل انه يدير تنمر او يسخر من الاخرين غير باش انه يبان باش انه يغطي هاد الشعور بالنقص. اذا اعراض كثيره ممكن الشخص يكون اللي كيشعر بالنقص غادي يدير هذا الامر. اذا قلنا تقليل من الذات، خوف من الفشل، المقارنه الدائمه بين الاخرين، وكذلك كتلاحظ بانه حساسيه للنقد والملاحظه ولو كانت بسيطه، وكيزيد مجموعه من السلوكيات باش يخفي هذا النقص اللي هو في الغالب نفس الذهن ديالو فقط، لان ربما مجموعه من الاشخاص الاخرين اللي كيشوفوه شخص متميز، شخص مزيان، ولكن للاسف هذه النظره الدونيه تقدر والشعور بالنقص كتخليه انه دائما نعم يقدر يدير سلوكيات اللي غادي توصل انه يكون اقل من الاخرين، رغم ان المقارنه بين الاخرين ما خصهاش تكون، لان كل واحد فينا متميز متفرد. نعم يعني كوتش الى سمحتي، اذا هنا في هذا يعني الى نستنتجوا من الكلام ديالك انه هادو هما التصرفات اللي كيخليو الشخص انه يقوم او يعمل واحد رد الفعل، بحال اللي تكلمتي على التنمر، تكلمتي على انه بقى يقلل هو من الشان ديال الاخر باش يحس براسو هو مزيان. يا كوتش مازالين كنتكلموا معاه على الفن ديال تجاوز الشعور بالنقص. قبل ما نخرجوا فاصل كنا كنتكلموا مع الكوتش مصطفى على التعريف، عطانا بعد واحد التعريف الا بغينا نقولوا شامل واحد شويه للتعريف بالشعور بالنقص، يعني علاش الشخص كيحس بالشعور بالنقص، وبدا كيعطينا بعض الاعراض ديال الشعور بالنقص، واهم هذه الاعراض هذه هو الشخص كيف ما قال لنا كوتش انه كيكون غالبيه الاحيان كيشعر هو بنفسه، يعني الناس اللي محيطين به ما كيكون نوش كيشوفوه مثلا في الاصل كيشوفوه انسان مميز، انسان عنده انجازات، انسان فعلا كيستحق الاحترام والتقدير، ولكن هو ما كيحسش بنفسه انه كيستاهل داك الاحترام وما كيستاهل داك التقدير، فكيبدا يعمل سلوكيات ديال انه مثلا يتنمر على الناس، انه يقلل من الناس باش يحس بنفسه انه يعني افضل واحسن منهم. يا كوتش مصطفى صحيح استاذ عائشة، اذا كما شرتي ولخصتي الامر بان الشخص كيدير مجموعه من السلوكيات اللي كيعوض بها ديك الشعور بالنقص، بحال اللي قلتي جلب الانتباه من خلال انه كيعرف نفسه من خلال مجموعه من الانجازات، او كيبدا يتباهى بالاصل ديالو، او كيبغى يتنمر على الاخرين باش يخفي هذا الشعور بالنقص، اذا كيبدا الناس ينفروا منه رغم انه ربما في الاصل هو ربما يعني الناس الاول ما كانوش كيلاحظوا هذا الامر هذا، ولكن مع الاستمراريه ربما يؤدي هذا الامر ديال انه الناس يبداو يهربوا منه، وهذا غادي يخلي يزيد ياكد ديك الفكره اللي عنده. لهذا كل ما تغيرنا في الداخل ديالنا كل ما انعكس في الخارج ديالنا. اذا شعور النقص هو ادراك داخلي عميق بعدم الكفاءه، يعني كيحس بانه غير كفء في حياته بشكل مهني او بشكل شخصي او اسري، وهذا كيؤدي انه يقلل بشأن الاخرين، وكيبدا يتعامل بهذه السلوكيات. وهذا السبب يعني هذا الشعور بالنقص للاسف، ولنا نرجعوا للمربيين والاساتيد، ان في الطفل التجربه السلبيه في الطفوله ربما ما كانش الوالدين كيهتموا او كانوا كينتقدوا بانتقادات لاذعه، وربما تعرض في المدرسه او في الزنقه للتنمر، وكذلك دائما باش حنايا كنبغيو نحفزوا وليداتنا كنبداو نقارنوهم مع اشخاص اخرين اللي ربما عندهم يعني اكثر نجاحا وربما اكثر طيبوبه او اكثر فعاليه، وهذا بطبيعه الحال غادي يؤدي الاحساس بالنقص. وكذلك حتى حاليا نردوا بالنا من مواقع التواصل الاجتماعي اللي كتبدا تبين مجموعه من الاشخاص انهم ناجحين وسعداء، وكنبداو نقارنوا ذواتنا مع حياتهم وحياتنا مع حياتهم، وكنبداو نحسوا بهذا النقص هذا اللي ربما هو وهمي فقط ماشي حقيقي. كذلك ربما الرسائل السلبيه اللي تتنقل لوسائل الاعلام او ربما بعض المسلسلات، وكذلك ربما القصص او مجموعه من الاشياء اللي ربما كتبغي تبين اشخاص افضل من اشخاص، وهذه المقارنه هذه من اول الاشياء اللي خصنا نعرفوا اننا ما ندخلوش في هذه المقارنات، ونسوا كما غادي نشوفوا اننا نستمتعوا بحياتنا، نستمتعوا بالتجارب اللي كنعيشوها، ونكونوا نحن رقم واحد في حياتنا
بدون مقارنة. كيقول رقم واحد ما كنقولوش أننا نقارنوا أو أننا نعتقدوا أننا أفضل من الآخرين، إنما نستمتع كما غادي نشوفوا. كذلك ربما حتى في التربية ديالنا وحتى في الملاحظة ديالنا ملي كنقد التركيز على نقاط الضعف، يعني دائما ملي كنبغيو نشوفوا في شخص معين أو شي مشروع معين بدل ما نشوفوا الجمالية ونشوفوا يعني موضوعية الأشياء الزوينة والأشياء الغير جيدة، ولكن في الغالب كيبداو يركزوا الآباء وحتى في المدرسة كيبداو يركزوا على نقاط الضعف ديال الطالب أو التلميذ، وهذا هاد الأسباب هادو كاملين كتقدر تسبب الطفل بالصور ديالو هاد الشعور بالنقص. وحنا كنعرفوا بان 7 سنين الاولى مهمه جدا بالنسبه للتربيه، لهذا الاباء يردوا بالهم من هذا الامر هذا. اذا هناك اسباب كما قلنا ديال التجارب ديال الطفوله، المقارنه الاجتماعيه من مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك حتى بعض المسلسلات. الرسائل السلبيه اللي كنشوفوها في المجتمع وكذلك في الاسره وكذلك ربما في الوسائل الإعلام اللي كيبينوا ربما مجتمع معين أو فئة معينة أو أشخاص معينين أنهم يعني هوامش، وهذا بطبيعة الحال الإنسان كيدخلوا في هذا الشعور بأنه أقل من الآخرين. وكذلك التركيز ديال الأشخاص على نقاط الضعف ديالهم بدل ما أنهم يركزوا يعرفوا نقاط القوة ديالهم ونقاط الضعف ديالهم وحاولوا يتجاوزوها، وكذلك تضخيم بعض الأخطاء والفشل اللي كيوقع له الانسان اللي كيوقع في الحياه ديال الشخص بشخص. قاعدا نرد على هذا الامر هذا. اذا هناك مخاطر كثيره اللي غادي ينتج على هذا الشعور بالنقص. اول حاجه انخفاض الثقه في النفس، يعني واصلا هو التعريف الثقه في النفس والايمان والاعتقاد بالكفاءه، اذا العكس ديالها هو الشعور بعدم الكفاءه، يعني هذا هو يعني غادي يؤدي انخفاض الثقه بالنفس بشكل تلقائي. ثم غادي تلاحظ بانه ما يبقاش عنده القدره على تحقيق الاهداف، وهذا غادي يزيد يعزز هذا الشعور بالنقص. اذا انخفاض الثقه كتؤدي تزيد في عدم النجاح، وعدم النجاح كيزيد في تعزيز هذا الشعور هذا. كذلك غادي يؤدي بالشخص اللي كيحس بهذه المشاعر هذه بالقلق والاكتئاب، لان الشخص دائما حس بانه غيقدر يفشل، دائما متوتر من الاشياء الجديده، متوتر في الخدمه، كيحس بانه ربما بالياس بانه ما يقدرش يعيش حياه زوينه كما كيشوفها في مواقع التواصل الاجتماعي، فبالتالي الامر كيؤدي للشخص بانه يكون عنده هذا الاكتئاب والقلق. كذلك تلاحظ انه عنده صعوبات في العلاقات، لانه دائما كيبدا يقارن بين ذاته وبين الاخرين، وهذا غادي يؤدي به للعزله والاحساس بالوحده. وهذا غالبية الناس أساس كتلاحظ بأنهم دايما كيقولوا ما كاينش مع من، ما كاينش أصدقاء، ما كاينش كذا، لأننا كنلقاو ما عندناش مهارات اجتماعية، والمهارات الاجتماعية إلا ما كان عندي الشعور بالنقص ما غاديش نطور راسي في هذه المهارات هذه، لأنني غادي يكون عندي واحد الإنعزالية. كذلك تلاحظ بأن الشعور بالنقص غادي يكون عندنا كما قلنا قبيلا انخفاض الثقة تلقائيا، غادي يؤدي لأداء ضعيف سواء في الدراسة أو في العمل، ولأن الإنسان غادي يكون عنده حوافز قليلة باش أنه يكون شخص منجز، فبالتالي غادي تنخفض الإنتاجية ديالو. إذا هناك مخاطر كثيرة سواء على المستوى الصحة النفسية أو حتى في التعامل ديالنا العلاقاتي أو حتى الناحية ديال الأداء والضعف ديال الأداء ديال الشخص. هنا غادي نشوفوا في الأخير يعني كيفاش أننا نتجاوزوا هذا الأمر هذا. إذا أعطينا واحد التعريف، أعطينا أسباب، أعطينا المظاهر ديالو أو الأعراض ديالو، وشوفنا المخاطر ديال الشعور بالنقص، أجي نشوفوا كيفاش نتجاوزوا الأمر. وأنا دائما كنقول الطريقة ديال المدرسة الإدراكية، المدرسة البعيد من النفس الإدراكية، من أسهل المدارس اللي كتعالج الأمر وكتعطيك أن كل شيء في المشاعر ديالنا هي انعكاس للأفكار ديالنا. إذا كل ما عرفنا الفكرة وحددنا الأفكار ديالنا السلبية اللي كتخلينا أننا نحسوا بهذا الشعور هذا، كل ما أننا تجاوزنا. إذا كل واحد فينا يبدأ يراقب نفسه في الحوار الداخلي دياله، مثلا كيف كيقول مثلا أنا ماشي مزيان في هذا الأمر هذا، أنا ما نقدرش نقوم بهذا الأمر هذا، ونشوف نبدأ نراقب الحوار الداخلي ديالي في المقارنة. ملي غادي نشوف شي واحد عنده مثلا ربي كرمو عطاه مهارات أو عطاه وفرة مالية إلى غير ذلك، شنو هو الحوار الداخلي ديالي؟ واش كنبدأ نقارن وبدأ نشوف أنني أدنى من الآخرين؟ نراقب هذه الفكرة، هذه مهم جدا أنني نحدد الفكرة، لأن
إلا ما حددتش الفكرة راه ما غنتجاوزش الشعور، لأن الشعور هو انعكاس فقط للفكرة، انعكاس الفكرة في الجسد ديالنا. إذا إلا تخلص من الفكرة غادي نتخلص من الشعور. إذا أول حاجة نبدا نراقب نفسي ملي نحس بديك الشعور، شنو كنقول، شنو هو الحوار الداخلي، شنو هو السيناريو، شنو هما الصور اللي كيجيونا الذهن ديالي. إلا حددت الفكرة أتلاحظ بأن بديت كنتجاوزها، بديت غادي نبدا غادي شنو الخطوة الموالية بعد تحديد الفكرة، هو أنني نتحدى هذه الفكرة ونبدا نشكك في الفكرة، لأن إلا ما شكيت فيها الفكرة كتكون مغروسة، كتكون بحال اللي هي في العقل الباطن، يعني مخزنة وعندها قوة كثيرة، خصني نبدا نهرسها. باش غادي نهرسها نجيب أدلة عكس ديك الفكرة، نجيب مثلا كنقول أنا ماشي جيد مثلا في هذا العمل هذا، ونبدا نقول وماشي بالضروري ما كنتش دائما جيد، بعض المرات كنت جيد، وعقل لأن ما خصنيش نكذب على العقل الباطن ديالي، لأن العقل الباطن إذا كذبتي عليه مثلا حسيتي بشعور ديال النقص، الشعور بالنقص، وحسيتي بأنك قلتي في الداخل ديالك بأنك إنسان غير كافو، وبديتي قلتي لا أنا إنسان رائع أنا مشاهد، هنا شنو يوقع؟ عقلك الباطن ما عايزيقكش، خص واحد الفكرة، واحد الفكرة اللي هي عكس ديك الفكرة اللي عندك اللي هي فكرة سلبية، خصها تكون حقيقية فيك، شي حاجة بصح نجزتيها، شي حاجة بصح درتيها، هنا غادي تلاحظ بأنك بديتي كتعزز ديك الأفكار الإيجابية اللي كتهرس ديك الفكرة السلبية. مثلا كتقول ربما أنا حققت بزاف ديال الأشياء، وغادي تبدا عقلك الباطن ملي كنركزوا على شي حاجة معينة كيبدا يجيب أشياء مماثلة لها، إذا جبتي لها ركزتي غير حاجة زوينة فيك كتلاحظ بديتي كيجيب بزاف ديال الأشياء زوينة فيك. إذا أول حاجة نحدد الفكرة، ثاني حاجة نتحداها، ما معنى نتحداها؟ نجيب أدلة دائمة للفكرة الإيجابية، ثم نحاول نستبدل هذه الأفكار السلبية بأفكار واقعية، أفكار مثلا قابلة للتحقيق، إذا غادي نقدر نجيب شي حاجة اللي هي جديدة اللي ما فيهاش. إذا أول حاجة تكون فكرة، نحدد الفكرة، ثاني حاجة نحاول نحدد واحد الفكرة داعمة موجودة فيها، ثم نخلق الأفكار الجديدة، نخلق أفكار إيجابية جديدة، ما ننتقلش من الأفكار الإيجابية مباشرة، ما يمكنش، لأن عقلنا الباطن مخزن مجموعة من الأفكار السلبية غادي دائما كيغلبوا ديك، لأن الأفكار السلبية اللي مخزنة في العقل الباطن كنسميها معتقد، أما الفكرة اللي موجودة على المستوى الواعي كنسميها فكرة فقط. الفكرة ضد المعتقد، المعتقد هو اللي غلب. إذا كنت أنت كتعتقد بأنك غير كفء، وبديتي كتقول أفكار إيجابية أنا أستطيع، أو أنا مثلا أنا إنسان رائع كذا، ما غاديش تصدق هذا، يعني ما لهذا بزاف ديال الأشخاص كيقول لك التوكيدات الإيجابية ما كتعطيش المفعولية لها. علاش؟ لأن أصلا المعتقد السلبي قوي بزاف، خصني نجيب أدلة اللي هي تزعزع لي ديك المعتقد السلبي، أدلة موجودة فيك، أدلة درتيها، نجاحات حققتيها. مثلا كتقول أنا ما كنقدرش نتواصل مع الآخرين، وهذا كيخليني إنسان غير مزيان، وأنني غير كفو في العلاقات إلى غير ذلك. نجيب فكرة مغايرة، أنا بزاف المرات كنت في علاقات مزيانين، أنا أصلا مثلا درت واحد تواصل مزيان، درت كده مجموعة من المعلومات اللي هي كتهرس الفكرة. كل ما هرسنا الفكرة السلبية، ملي غادي نجيبوا الفكرة الإيجابية أتلاحظ بأن عقلك الباطن كيتقبلها. إذا أول حاجة إعادة هيكلة الأفكار خلال النقاط اللي ذكرنا، ثاني حاجة هو التركيز على نقاط القوة ديالنا، وهذا دائما كنأكدوا عليه، عقلنا الباطن من خلال التربية ديال التركيز على نقاط الضعف ديالنا فقط، وشنو الأخطاء اللي كنديروها، وشنو هما السلوكيات اللي فينا خايبين، كنبداو نركزوا غير على هذا الأمر هذا، وكننساو بأننا عندنا مميزات، عندنا مجموعة من نقاط القوة، نحاول أنني نكتب واحد القائمة، مجموعة من المهارات اللي كنتقنهم، مجموعة من السمات الإيجابية اللي فيها، مجموعة من الأشياء اللي موجودة فيها، يعني هي مميزة، ونبدأ نركز عليها ونبدأ نفكرها بشكل منتظم. مثلا شحال مرات كنجلسوا في القهوة أو كنجلسوا في شي مكان معين وكنبداو نركزوا غير على الأشياء الغير جيدة في حياتنا والأشياء الغير جيدة في دواتنا، الآن غادي نديروا العكس، بدل ما نبقى نفكر في هذه الأمور غادي نبدأ نفكر في الأشياء الزوينة اللي في حياتي والأشياء الرائعة اللي متواجدة فيها بشكل بانتظام. ثم نحاول أنني نستخدم، نحاول نركز على هذه النقاط ونزيد نقوي فيها، كل ما قويت نقاط القوة ديالي كل ما تخلص نقاط السلبية ديالي، لأن العقل ديالنا ملي كيركز على واحد الحاجة
كيبدا يزيد يدعمها ويزيد يقويها تلقائيا. ملي كنركز على نقاط القوة كنبدا نتخلص من النقاط السلبية. ما نركزش كيفاش نتخلص من النقاط السلبية، ركز على شنو بغيتي وشنو شنو الأشياء اللي فيك وشنو قادر دير. أطلح بأن مجموعة من الأشياء الغير جيدة بدأت كتزول بشكل تلقائي. هذا بالنسبة للتركيز على نقاط القوة. قلنا إذا إعادة هيكلة الأفكار، تبديل الأفكار السلبية وتبديلها وكذلك دحضوها، ثم نركزوا على نقاط القوة ديالنا ونكتبوا قائمة، ومن بعد نقدر نفكرها بشكل منتظم ونبدا نستخدمها بشكل يومي في حياتي. كذلك من الأشياء المهمة اللي حقيقة هي جزء من الدين ديالنا، وإن شكرتم لأزيدنكم. الشعور بالامتنان شي حاجة مهمة جدا. إنسان يبدا كل يوم يعبر على الامتنان ديالو اللي موجود في الحياة ديالو. كل ما ركزتي على الأشياء اللي عندك بدل ما تركز على الأشياء اللي ما عندكش، هتلاحظ بأن المشاعر ديال الرضا والمشاعر ديال الرضا عن الذات والمشاعر الرضا عن الحياة بشكل عام بدات كتكثر أكثر فأكثر. وهنا غادي نبع غادي يجي واحد الحب تجاه الحياة وكذلك الحب تجاه الذات. إذا ممارسة الامتنان مهمة جدا في حياتنا باش أننا نتجاوزوا هذا الشعور بالنقص وننتقلوا للشعور بالرضا، ومن بعد طبيعة الحال من بعد الرضا كيجي السعادة والتفاؤل. إذا هادو مجموعة من الأشياء. كذلك من بين الأشياء اللي خصنا نتعلموا نقطة رابعة أو ممارسة رابعة، وأنني نحاول نتعلم الأخطاء بدل ما نجلد ذاتي. الإنسان خصو يدرك بأنه دار الخطأ، وهذا كنا هضرنا عليه في لقاءات سابقة، أن الإنسان ما يبقاش يجلد ذاته، لأن جلد الذات لن تؤدي إلى تصليح أخطائك، إنما الإدراك أنا كنعرف ثم أتصرف. لهذا الإنسان خصو يتجنب مجموعة من 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 يعني يتجنب الناقد المرضي ويحاول يراقبه ويتجاوزه كما قلنا في الممارسة الأولى اللي هي ممارسة ديال إعادة هيكلة الأفكار. ثم كذلك بالأشياء ما نخليش الأخطاء ديالي تحدد لي الهوية ديالي. دائما كنقول وهذه قاعدة مهمة جدا، أنت لست سلوكك، يعني السلوكيات ديالك قابلة للتغيير، أما أنت كإنسان الله سبحانه وتعالى صار بك لهذه الحياة من واحد الغاية مقدسة، لهذا أنت إنسان مقدس، إنسان يركز بأن أنا مقدس ولكن كندير سلوكيات خاطئة، عادي جدا أنني أنا نخطأ ونتعلم الأخطاء ديالي، لأن الشخص اللي كيدير أخطاء راه هو الشخص المنجز، لأن كل ما كان عندك الأفكار، كل ما كان عندك طموحات، كل ما كثرت أخطائك، لأن الشخص اللي ما كيخطأش هو ديك الشخص اللي ما كيبادر، الشخص اللي ما كيقومش بالإنجازات. لهذا ما تخليش الأخطاء هي اللي تحددك، إنما أنت أعظم من الأخطاء وأعظم من السلوكيات. لهذا تعلموا هذا الأمر هذا، ثم تعلموا كيفاش نكونوا أكثر حضورا، لأن الشعور بالنقص دائما هو نتيجة تفكير في الماضي وكذلك التفكير في المستقبل. تفكير في الماضي على الأخطاء وتركيز على الأخطاء بالماضي والخوف من المستقبل، ولكن الترياق ديال هذا الأمر هذا هو أننا نعيش اللحظة ونركز على اللحظة، وكل ما ركزت على اللحظة كتشافى من الماضي وكتصنع المستقبل. إذا عيش اللحظة هو طريقة للعلاج، طريقة أنني نعالج الماضي وكذلك نصنع المستقبل، لأن يعني كل ما ركزت على اللحظة كل ما تجنبتي يعني غادي تخلص من خوف الفشل وكذلك غادي تجنب كذلك الشعور بالنقص. وهناك يعني مجموعة من الأشياء اللي خصنا نذكرها في الأخير، وهو أن التوحد فينا ما مثالي. إذا ملي كتركز على أخطائك راه عادي جدا أنك تخطأ، لأن كل شخص عنده نقاط القوة ونقاط الضعف، وأن كما كتقبل ذاتك غير ملي كيوقع هذا التقبل، لأن التقبل من خلال التركيز على نقاط القوة ونعتز بها ونتقبل نقاط الضعف، أتلاحظ بأن الرضا بدا كيتسلل هذا الشعور اللي عندك. ثم حاول أنك تدرك بأنك تستحق تعيش السعادة، والسعادة في الحياة اللحظية، السعادة ماشي في الأشياء، السعادة هو في طريقة الإدراك، السعادة هي أنني نكون هنا والآن ونركز ونمتن الأشياء المتواجدة فيها ونمتن الأشياء اللي عندي في حياتي. تلاحظ بأن هذا الأمر هذا يخليك تحس بالرضا عن الذات. كذلك من بين الأشياء إذا كنت كندير أخطاء، أدرك إدراك عميق أن هذه الأخطاء خصنا ندركوا أنها هي جزء باش نتعلموا. أي حاجة كتوقع لنا في حياة ديالنا سواء فشل أو مصاعب هي رسائل باش أننا نزيدوا، رسالة كتقول لك زيد نضج، تعلم بعض المهارات وغير الأفكار فقط، وغتلاحظ بأن الأمور بدأت كتمشي معك بدل ما كتمشي عكسك. إذا هادو مجموعة من الأشياء اللي ممكن تساعد الشخص
كما كنقول دائما حنايا الا ما قدرتيش انك انت توصل لهذا المستوى، يعني راه ربما يقدر يكون عندك الان محتاج للكوتش او محتاج لاخصائي نفسي، لان الامر ربما الامر يستحق، لان الشعور بالنقص او الاحساس بعدم عن الذات الى غير ذلك راه ما يخليكش منجز في حياتك بشكل عام، وكذلك غادي تحس بعدم السعاده، لان الرضا عن الذات والثقه في النفس هما اللي يصنعوا لي السعاده وهما اللي غيصنعوا لي النجاح. كل ما تخلص من هذا الشعور بالنقص كل ما كان عندي القدره انني نعيش حياه طيبه، لان الحياه الطيبه تستدعي انني نكون راضي عن ذاتي، وباش الرضا عن الذات خصني نتجاوز هذه الافكار اللي كتؤدي للشعور بالنقص كما ذكرنا قبل قليل. نعم واضح واضح كوتش مصطفى املاح، كنكون سعيده بالتواجد ديالك، تبارك الله عليك كوتش. شكرا لك استاذ عائشه وشكرا للمستمعين الكرام. مرحبا بك كوتش مصطفى املاح مدرب تنميه ذاتيه، كنكون سعيده بالتواجد ديالك معنا.